بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن أول الفحوصات اللازمة في أول زيارة تزورها الحامل للطبيب. ابتداء بعد الزيارة الأولى سوف يطلب منها الطبيب قياس ضغط الدم، يتأكد من ضغط الدم هل هو متوسط، مرتفع، نازل، على حسب الحالة وعلى حسب الحالة المرضية، وأيضا يقيس الوزن، وزن الجسم، وأيضا يقوم الطبيب المتخصص بفحص نبض الجنين، هل هو ينبض ولا لا. قلب الجنين مهم جدا في الفحص، نتأكد أن الجنين حي، وأيضا قياس البطن للتأكد من نمو الجنين بشكل جيد، هذه نقطة مهمة جدا. كما أنك يعني ستقومون بعمل العديد من التحاليل خلال فترة الحمل، مثل تحاليل الأنيميا وتحليل قياس يعني المواد الموجودة في الرحم، وأيضا وتحليل لقياس خطر إصابتك بالسكر، بسكر الحمل، وتحاليل للتأكد من عدم وجود أي عدوى أخرى في جسم الحامل. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.